ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورب تكونوا بخير دايما في احسن حال، اللهم امين. خدنا في الفيديو اللي فات الجدار الخلوي والغشاء الخلوي. عايز افكرك بحاجه كده، اجزاء الخليه قلنا جدر واغشيه خلويه، دي اول حاجه، دي الحاجه اللي بتحوط من بره. وعندنا حاجه اسمها بروتوبلازم. ايه هو البروتوبلازم؟ كل اللي جوه الخليه من غير الجدار او الغشاء الخلوي، اللي هو النواه والسيتوبلازم. النهارده هندرس ايه؟ هندرس النواه. ندرس ايه؟ النواه. طيب النواه، لو انا جيت رسمت خليه، ادي خليه اهي، هلاقي الخليه دي خليه ايه؟ حيوانيه ولا نباتيه؟ ها؟ دي حيوانيه. طب اشمعنى؟ عشان مفيش جدار خلوي. ممتاز. طيب هلاقي الخليه جواها نواه. طيب ايه الجديد؟ النواه في الاغلب شكلها بيضاوي، تمام، او مستدير، مفيش مشكله في الشكل بتاعها. في الاغلب موجوده فين؟ في السنتر، موجوده في المركز او موجوده في منتصف الايه، الخليه، مش هيفرق معايا ولا عادي، معلومات عاديه. طب ايه اللي انا عايز اعرفه؟ اللي عايزك تعرفه النواه دي فيها كذا حاجه طبعا مهمه، بس عرفني الاول ايه هو التركيب. اول حاجه، مش كان في غشاء الخليه؟ ده ليه ايه؟ النواه ليها غشاء. طيب ادي الغشاء بتاعها، انا بعمل ايه؟ في ثقوب اهي، ماشي. يبقى اول حاجه انا عندي غشاء. طيب انا عايزك تشغل دماغك، مش عايز اقول لك انا المعلومه. ده كان غشاء للخليه، فقلنا غشاء، ايوه، خلوي. ممتاز. طب ده غشاء بتاع النواه، هقول عليه غشاء ايه؟ ايوه، ايه؟ نووي. يبقى خلي بالك، غشاء بتاع خليه غشاء خلوي، غشاء اللي هو بتاع النواة يبقى غشاء نووي. طيب دخلنا جوه الغشاء ده، هنلاقي ايه؟ هنلاقي سائل كده، عندي سائل، ماشي. ده عبارة عن ايه؟ سائل جوه ايه؟ النواة. اسميه السائل نووي. سهل ما عملتش حاجة، يبقى سائل ايه؟ سائل نووي. بعد كده لقيت، ادي خليه جواها نواه، لقيت جوه النواه حاجه عامله كده، حس ان هي نواه جوه النواه. طب دي ايه؟ هقول عليها نواه بس هصغرها، يعني هقول عليها نواه بس ايه، هصغر، يبقى اسمها ايه؟ سمعك، قول، نويه. اسمها ايه؟ نويه. اسمها ايه؟ نويه. ماشي. بعد كده لقيت خيوط بقى ايه؟ ماشية كده. ايه ده بقى؟ دي خيوط الكروماتين. احنا بقى عايزين نعرف الكلام ده في الفيديو ده. عايزين نعرف ايه هو الغشاء ده؟ وايه هو السائل ده؟ والخيوط والنوية. ماشي. الغشاء ده بسيط خالص ولا في اي حاجة. مال الغشاء ده؟ غشاء مزدوج. ايه بقى غشاء مزدوج دي؟ هنا كان بيتكون من فوسفوليبيد، طبقة مزدوجة، طبقة مزدوجة من الفوسفوليبيد. ده بقى غشائين فوق بعض، فعامل ازاي؟ طبقة من الفوسفوليبيد تحتيها طبقة ايه؟ ادي كده فوسفوليبيد تحتيها طبقة، وعنده كمان طبقة من الفوسفوليبيد تحتها طبقة، وعامل كده. فاهم قصدي؟ يبقى ادي أول طبقة، أول غشاء أهو، في طبقتين من الفوسفوليبيد، وأدي الغشاء التاني ماله؟ فيها طبقتين من الفوسفوليبيد. يبقى ده كام طبقة؟ اتنين. ده كام طبقة من الفوسفوليبيد؟ أربعة. فهمت حاجة؟ يبقى ده غشاء مزدوج، غشاء مزدوج. إيه تاني؟ مش في ثقوب؟ في ثقوب صح؟ طيب ايه فايدتها؟ بتسمح بمرور المواد من السيتوبلازم الى النواه، ومن النواه الى السيتوبلازم. ايه الصعب في كده؟ عايز ادخل عندي مثلا الدي ان اي اهو، عايز اخرج منه ار ان اي، يتنسخ جوه من الدي ان اي ويروح خارج لي بره في السيتوبلازم عشان يصنع البروتين لو انت مذاكر. يبقى هنا الثقوب مرور،
انت فهمت مرور ايه؟ طيب السائل، موضوع مفيش اسهل من كده. سائل ماله هلامي شفاف. ايه هي هلامي دي؟ عارف كده بيض البيض ماله بيض البيض كده، تحس ان هو سائل اه بس تقيل شويه، نفس الكلام مفيش حاجه صعب. سائل هلامي شفاف ماله بقى؟ السائل ده مش عايم فيه، يعني لو انا ركزت كده السائل عايم فيه ايه؟ والله انا عندي جوه حاجه كانت جوه النويه اسمها ايه، حاجه جوه الناس اسمها نويه، ماشي، يبقى جواها يحتوي على، يحتوي على النويه. وايه تاني؟ عندي خيوط كده متلخفنه كده ومتشابكه، ايه دي؟ ده الكروماتين. يبقى السائل النووي ده ماله؟ سائل هلامي شفاف. ايه في ايه يعني؟ بيحتوي على النويه والكروماتين. كلام بسيط مفيش منه مشكله. طب ايه بقى النويه دي؟ ده جسيم صغير، جسم كده صغير جوه النواه، ماشي. ده الوصف بيعمل ايه؟ قال لك ان النويه ليها دور في الافراز بتاع الخليه. ازاي؟ مسؤوله عن تكوين المواد البروتينيه لو هي انزيمات او هرمونات. ومعلومه لازم تفتكرها، كل الانزيمات بروتينات وليس كل الهرمونات بروتينات. عندنا بروتينات زي، عندنا هرمونات زي الاسترويدات، وعندنا هرمونات بروتينيه مالها بروتينيه. فالخليه الافرازيه، خليه افرازيه بتفرز بروتين كتير، يبقى ممكن يكون فيها اكتر من نويه. يبقى ممكن الاقي في نويه تاني هنا، ممكن الاقي نويه تاني هنا، يبقى النويه ممكن تكون واحده او اكتر. اكتر امتى؟ لما تكون الخليه افرازيه بتفرز انزيمات كتير، بتفرز هرمونات كتير، تمام، يعني مواد بروتينيه، يبقى النويه معايا كتير. ليه؟ مع كل ما هتزيد كل ما هتكتر المواد البروتينيه زي الانزيمات والهرمونات. يبقى هنا الافرازات اللي هي ايه؟ الانزيمات والهرمونات. ممكن يكون نواه واحده او اكثر، نويه واحده او اكثر. يبقى النواه الواحده جواها يا نويه واحده او اكثر، ماشي. ايه الكروماتين دي؟ الكروماتين لو انت فاكر، لو انت فاكر، كان واحد من البروتينات المرتبطة اللي كانت تتكون من ايه؟ احماض امينية زائد احماض ايه؟ نووية، اللي هو كان الدي ان ايه. طيب من اللي انت شايفه قول لي وصف خيوط. مالها الخيوط؟ متشابكة، صح. وايه تاني؟ ملتف، ممتاز. عن انت اللي انت شفته وصفته، ادي خيوطه اهي متشابكه وملتف، عامله شبكه مع بعضيها كده. يبقى شبكه اقول عليها خيوط الكروماتين، صح. شبكه الكروماتين، صح. شبكه الكروماتينيه، صح. زي ما انت شايف اوصف. يبقى كل دي اسماء لحاجه واحده. مالها؟ قال لك عند الانقسام الخلوي، اللي هو الانقسام الميتوزي اللي انت خدته مثلا في اعدادي، ايه اللي بيحصل؟ بتبدا تنتظم في شكل عصبي. ده بينقسم، بيبقى لما وقت الانقسام بيبقى شكله عامل كده، ويجي واحدة تانية جنبيها تعمل كده، فتعمل الايه؟ الكروموسوم. مش ده شكل عصوي؟ تمام؟ شكل العصاية كده. فبتنتظم اثناء الانقسام الخلوي، يعني لما الخلية بتبتدي ايه؟ تنقسم. يبقى شكله اشكال ايه؟ اشكال عصوية. مفيش مشكلة. الاشكال العصوية دي تسمى ايه؟ تسمى الكروموسوم سومات او الصبغيات. ايه بقى الكروموسومات؟ كروموزوم. كروموسوم، كرومو يعني حاجه ملونه، ملون. زوم يعني جسم، معناها جسم ملون، عشان لما شفناها تحت الميكروسكوب لانها واخده الصبغه، فقلنا دي حاجه ملونه، فقلنا كروموزوم. طيب مش هي خدت الصبغه، فقلنا عليها صبغيات، تمام. يبقى ليه صبغيات؟ عشان اخدت الصبغه، بديهيات، مفيش مشكله. يعني هي الكروموسومات هي الصبغيات، تمام. لكن هو في الاساس كلمه صبغيات ملهاش علاقه بالايه؟ احنا دايما نسمع ان الكروموسوم ده الدي ان ايه والعامل الوراثيه، فالعامل الوراثيه ملهاش دعوه باسم الصبغيات. الصبغيات ده عشان ايه؟ لما حطينا صبغه
شفناها كده ملونة. طيب الكروماتين ده مش قلنا اثناء الانقسام الخلوي بيبدا يترسب شكل الكروموسوم؟ طيب الكروموسوم ده بيتكون من ايه؟ نمسح كده عشان نشوف. احب ارسم الكروموسوم بالشكل ده، خيوط كده ملتفه 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 اهي. ده كروموسوم، وهنا نقطة اتصال، دي اسمها ايه؟ سنترومير. سنترو ايه؟ مير. اما ده اسمه كروماتيد بالدال، كروماتيد بالدال، وده كروماتيد بالدال، يبقى دي بالدال ودي بالدال. يبقى الكروموسوم الواحد بيكون من كروماتيد وكروماتيد بيلتقوا في حتة اسمها السنترومير. لاحظ ده كروماتيد وده كروماتين، ده بالنون ده بالدال. طيب يعني اللي عايز استفاده برضو، الكروموسوم ده اللي بيكون من كروماتيد، الكروماتيد ده بيتكون من خيوط، الكروماتيد بيكون من خيوط الايه؟ الكروماتين. تاني عشان ما تتوهش، الكروموسوم ده بيتكون من كروماتيد وكروماتيد يلتقوا في السنترومير. الكروماتيد الواحد لو جيت فصصته، ادي كروماتيد اهو وادي كروماتيد، ادي كروموسوم. لو ما اجي افص يعني افكه الاقي كروماتيد، الخيوط بتاعه الكروماتيد دي. طيب مفيش مشكله، خد الكروماتيد دي مالها؟ خد الكروماتيد قال لك بتتكون من الخيط الواحد ده عباره عن بروتين ملفوف عليه جزيئات الدي ان ايه. تاني يبقى الدي ان ايه لما اجيب الفه على البقره بتاعت البروتين ديت يديني خيط الكروماتين. البروتينات دي بقى اسمها ايه؟ اسمها الهستونات. الهستو ايه؟ الهستونات. طيب الدي ان ايه ده وظيفته ايه؟ مش وظيفته ده الماده الوراثيه اللي هي ايه؟ الجينات. طب مالها بتعمل ايه؟ اول وظيفه بتحدد شكل الخليه وبنيتها، يبقى بتحدد شكل الخليه وبنيتها. اتنين بتنظم الأنشطة الحيوية والعمليات الحيوية داخل الخلية، يعني تقول للخلية تعمل إيه وما تعملش إيه وإمتى وإزاي، يبقى ده بتحدد وتنظم بتنظيم. تلاتة انتقال. انتقال إيه؟ انتقال العوامل الوراثية أو الصفات الوراثية من جيل لآخر عن طريق التكاثر. يبقى أول حاجة الدي إن إيه كان بيحدد شكل الخلية وبنيتها. اتنين بينظم العمليات الحيوية. تلاتة بينقل الصفات الوراثية من جيل لآخر عن طريق عملية التكاثر. طيب ممكن سؤال نركز جدا، الكروموسوم ده امتى اشوفه اكثر وضوح؟ قال لي عاوز تشوف الكروموسوم ده اكثر وضوح؟ قلت له اه. قال لي هتشوفه في الطور الاستوائي. الطور ايه؟ الاستوائي. يبقى دي الخلية بتنقسم تلاقي الايه؟ الكروموسومات ايه؟ مترصة عند منتصف الخلية. ماشي، يبقى ده الطول الاستوائي عند خط استواء الخلية، مفيش مشكلة. طيب آخر نقطة، آخر نقطة بالنسبة للكروموسوم، إمتى يكون ثنائي الكروماتيد وإمتى أحادي الكروماتيد؟ يعني ممكن أشوف الكروموسوم واحد بس كده، ده أحادي وده ثنائي. أنا عندي الخلية أهي، ادي الخليه، الخليه دي جايه تنقسم، وقت الانقسام بيحصل تضاعف للماده الوراثيه، فالكروماتيد الواحد يبقى اتنين ويبقى كروموسوم. يعني انا عندي كروموسوم اهو، كروموسوم ماشي، لما تيجي الخليه دي تنقسم هيديني كروماتيد وكروماتين، وهنا ده كروماتيد اهو، يبقى ده مكان ده وده مكان ده. ماشي، يبقى انا هشوفه اتنين امتى؟ في وقت الانقسام. امتى بالظبط هشوفه اتنين؟ من بداية الانقسام، بداية الانقسام لحد امتى؟ لحد الطول الاستوائي. كده انا شفته اتنين. طب امتى بقى اشوفه واحد؟ مش هما اتنين عاملين كده؟ امتى بقى ده يبقى واحد وده يبقى واحد؟ مش لما ينفصلوا عن بعضهم؟ اتنين ينفصلوا عن بعض، يبقى ده واحد وده واحد. اديك قلت ينفصلوا عن بعض،
يبقى شوف واحد في الطور الانفصالي هو انفصالي خلاص، فبعد كده هينتهي الموضوع تبقى دي خلية ودي خلية، يبقى والطور النهائي. وده بسميه ايه؟ الكروموسوم البنوي. ليه بنوي؟ دي بمثابة الام والدول بمثابة الابناء. فبقول على الكروموسومات الناتجة كروموسومات بنوية، يبقى كروموسوم بنوي معناه احاد الكروماتيد، تمام؟ وبشوفه في الطور الانفصالي والطور النهائي. اما بشوفه امتى؟ اتنين في بداية الانقسام الخلوي حتى الطور الاستوائي. طيب هسيب لك برضو شوية اسئلة في اخر الفيديو، تمام؟ زي ما سبتلك في الفيديوهات اللي فاتت، حلها وقول لي الاجابة بتاعتك ايه. اتمنى الدرس النهارده يكون سهل بسيط ان شاء الله، ويكون مهضوم يعني. هنكمل المرة الجاية ونخش على السيتوبلازم بالعضيات اللي موجودة جواه. وتنساش طبعا توصل الفيديو لباقي زمايلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.